أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة التنوع، التغيير والتشكيل على السفرة مطلوب علشان ولادنا ما يملوش، وكمان جوزك ما يملش من الأكل. أي نعم حرمناه من الفتة، ممكن نحرمه شهر بالكامل، بس هنعمل لك النهاردة فتة يا السيد. فتة بتاعتنا النهاردة فتة آمنة، فتة بالزبادي مع الطحينة مع شيخ المحشي اللي هو البتنجان. هتحشي حتة لحمة مفرومة قليلة الدسامة، هيبقى نوع محشي ولكن فتة، اللي هو اسمه شيخ المحشي من المطبخ الشامي. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. مكوناتها شوية بتنجان مع لحمة مفرومة، يعني مفيش حاجة غريبة ولا حاجة، الاسم غريب شوية بس هي من نفس المطبخ. معانا النهاردة كمان فطاير بالزعتر وبالجبنة وكمان باللبنة، نقدر نعملها زي ما احنا عايزين بالعجينة، ولكن اسمها في المطبخ الشامي مناقيش الزعتر ومناقيش الجبنة مناقيش اللبنة، واحنا كلنا عارفينها. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. برضو لطيفة، العامل الاساسي فيها زيت الزيتون، واللبنة بتاعتنا لازم تكون نوعية كويسة عشان ما تقطعش على وش الفطيرة. معنا النهاردة كمان كيكة لطيفة بدون بيض، انطلبت مننا الأسبوع اللي فات، عايزين كيكة بدون بيض، وكتير على السوشيال ميديا عايزين أكل صيامي في الحلويات، فنعمل لحضراتكم النهاردة كيكة بدون بيض، ونشوف إيه عوامل الرفع هنا للكيكة بتاعتنا، وإيه البدايل للبيض في الحلويات بطريقة بسيطة وسهلة. عدل الأكل بتاعنا ده طبق سلطة خضراء على السفرة مع شوية رز بالشعرية. مش عايز أطول على حضراتكم لأن في تفاصيل في الحلقة كتير وفيها شغل كتير للأمانة، عجينة ومحشي وشيخ المحشي مش حاجة سهلة، وطبق فتة آمن، فخلوكم معانا بعد الفاصل أو هتروحوا بيه. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض تفاصيل الحلقه بتاعتي وايه خط سير الحلقه. معانا النهارده شيخ المحشي مش حاجه هينه ما نستهونش بيه لانه تفاصيله كتيره للامانه، يعني لو بعمل فتت لحمه الراس او كوارع اسهل من كده بكتير. ومعانا طبعا شويه مناقيش اللي هي بالزعتر وباللبنه، ومعانا كيكه بالبرتقال. هنبدا طبعا بمقادير كيكه بالبرتقال بدون بيض، مقاديرها على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد الخمسه. السكر 1 كوب، الزيت 1/4 كوب، بيكنج باودر في المقادير بتاعتي، الدقيق معانا، وما ننساش كمان شويه فانيليا علشان يدونا طعم، مع بشره برتقال وعصير برتقال. المقادير تاني، زيت بالشكل ده كده، حد يجيب لي السكر يا شباب بعد اذنكم. حلو، والبيض طبعا هنشيله من المقادير ده الطبيعي. معانا معلقة خل صغيرة في المقادير، بنخليهم كده، ومعانا عصير برتقال في المقادير بالشكل ده كده. عينيا اهي، عايزنا اشتغل في ازاز اشتغل في ازاز حالا دلوقتي، هشتغل في ازاز اهو. عصير برتقال، يبقى الزيت مع عصير البرتقال، هجينا السكر دلوقتي ونحطهم عليهم اهو اهو، زيت شوية خل صغيرين وعصير برتقال. اه حلو قوي، اه زي الفل. الخلط جيدا عشان الكيكة دي بدون بيض، سامحوني انا في البداية حطيت بيض لان ايدي واخدة على طول على انا احط على الكيكة بيض. تمام زي الفل. هعمل ليه حجم الحاجة لطيفة، معانا السكر جالنا تقريبا نص كوب في المقادير او 1 كوب بننزل عليه كده، الخلط جيدا حتى ذوبان السكر. ان حد يقول لي يا شيف حاطط بيض ليه؟ سايبيني اقع في ايه؟ شر اعمالي يا ويلي. حلو، واستلم بقى الشيف المغازي على السوشيال ميديا، الراجل قال كيكه بدون بيض، شوفوا حاطط البيض ازاي؟ وما يسيبكش بقى يا عم الشيف. حطينا ده كله مع بعضه، قلبناهم. سر الكيكة دي اللي أنا أعملها وإن هي ترفع معانا معلقة الخل وشوية البيكنج باودر اللي حطوهم على الدقيق أهو، دول مهمين جدا، وأقلب البيكنج باودر مع الدقيق تقليب جيدا قبل الخلط. حلو قوي، وهنزل بيهم دلوقتي على المقادير. يبقى السر هنا أو مادة الرفع هنا مهمة جدا، إيه يا عم الشيف؟
البيكنج باودر اللي قلبته مع الدقيق بالشكل ده كده، ومعلقه الخل الصغيره اللي حطيتها على عصير البرتقال مع الزيت والسكر. واقلبهم كويس كده زي الفل. وعندي قالب، القالب ده يا عم الشيف بنتهنه زيت وبعد كده بنرش عليه دقيق، يبقى مغلف بالدقيق والزيت، ونخلي شويه العصير البرتقال دول بعد ما بتطلع من الفرن بنشربها للكيكه بتاعتنا. ادي القالب بتاعنا، احط دول هنا عشان مخرجنا يشوفهم كده اهو. الله، زي الفل. وناخد المضرب ده كده ونخلط دول مع بعض. الله، لونها اصفر ليه؟ عشان البرتقال دي ما فيهاش بيض. نقلب دي كده كويس. تقليبا جيدا سريعا لغايه لما القوام كله يبقى خليط مع بعض. هنشوفه نازل ازاي شكله في قلب القالب. قالب صينيه اللي عندك مفيش مشكله. شوف الرفعه دي كده، يلا مخرجنا اهو 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 اهو. قطع معاكي تبقى الخريطه مش مظبوط. لغايه المضرب ما يطلع لغايه الكرين فوق. بالشكل ده كده. كل المقادير دي هنخليها مع بعض كده وننزل بيها في قلب القالب بتاعنا واحنا مع بعض واحده واحده. اللهم صل على النبي. القالب اهوت وننزل كده. يلا في قلب القالب بتاعك. ايه عوامل الرفع هنا؟ البيكنج باودر مع الدقيق. يا نعم. طيب انا عامل تركايه كده وهي مش موجوده في المقادير، بس انا بحب اجود في الشغل بتاعي، وده مطلوب منك في المطبخ. مش تجودي في انك تعملي حاجه وحشه، تجودي في انك انت تطلعي احسن ما عندك، اللي هو الابداع، مرحله الابداع اللي احنا وصلنا لها. انا حطيت قطفه النعناع الاخضر على وش دي كيكه بالبرتقال، فتاخد فليفر النعناع. انا بعمل كيكه كده بجملها عشان تطلع شكلها حلو. هتقولي يا شيف غازي ما النعناع ده هيتحرق والنعناع ده هيدي شو؟ لا، احنا مع بعض هنشوفه ازاي وايه التركايه اللي هعملها، وفي نفس الوقت كمان استفيد بالفليفر بتاع النعناع، زيوت النعناع بدون العرق بتاعه. هاخد الورقه بس. عندي شويه لوز لقيتهم قدام عيني هستخدمهم في المحشي بتاعي، فعملت ايه؟ جبت شويه ميه وحطيت فيهم اللوز بالشكل ده كده، وبعد ما بحطهم في الميه باخدهم بايدي كده وارشهم على وش الكيكه. هتساليني بقى حطيتهم في ميه ليه؟ مش هجاوب على السؤال ده الا لما اسمع اتصال دلوقتي. ليه يا مغازي حطيت اللوز اللي شبه الصنوبر المقطع الجميل الحلو ده كده حطيته في ميه قبل ما تحطه على الكيك؟ اللي هيجاوب صح هنعمل له اللي هو نفسه فيه. انا مش هجاوب الا في نهايه الحلقه، وهزعل اول ما حد يسالني. هعمل ايه يا شيف؟ هاخدها زي ما هي كده في درجه حراره 180. السؤال لمخرجنا المعتاد، دي مكانها فين؟ في ارضيه الفرن ولا في نص الفرن؟ الشكل ده كده حلو قوي. شوفوا مع بعض اهي مكانها هنا زي ما هي كده. ليه حطيت اللوز يا مزاجه اللوز في ميه قبل ما تحطها في الكيكه؟ شوفوا الصوره الحلوه من داخل الفرن. طيب هطلع فاصل صغير وناخد بعضينا كده ونرجع لطبق فته جامد جدا النهارده، ولكن الفته بعد العيد بطعم تاني وشكل تاني. اوعى تروحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طلعنا الكيكه بتاعتنا اللي هي بدون بيض ولكن واخده طعم البرتقال، فكالعاده الشيف المغازي بيحب الابداع والتجويد في شغله. معانا عصير برتقال حطيته على النار مع معلقه نشا شويه فانيليا، واعمل صوص البرتقال هيبقى له قوام كده، هحطه جنب الكيكه بتاعتي. اللي يقطع شريحه من الكيكه ديت ياخد من شويه الصوص البرتقال دول كده، وبالف انا وشفت كيكه بالبرتقال. ممكن انا حطيت كمان عصره ليمونه بعد اذن حضراتكم مع عصير البرتقال، ولكن الكيكه ما بترفعش تقريبا، يبقى العيب من حاجتين:
اعتقد ان هم البيكن باودر عند حضرتك اخد رطوبه بقاله فتره طويله وفي مكان فيه رطوبه، فهنا مفعوله بيقف، او البيض بتاع الكيكه مش مظبوط. دي حاجه من الاتنين، او ما خفقتش البيض كويس مع السكر والزيت. طب تعرفي ازاي البيكن باودر امن تستخدميه؟ قبل ما تستخدميه لو انت شاكه فيه ان هو يعني بقاله فتره طويله ونسياه، بتحطيه في كوبايه قبل ما تستخدميه وتحط عليه شويه ميه، اداك الشكل الفواري اللي بيفور ده كده، اعرفي ان هو امن وزي الفل. محلك سرك ما حسيتيش ان هو اتحرك من مكانه، يبقى كده لا يصلح للاستخدام. شيخ المحشي كيكه بدون بيض، معانا طبعا رز بالشعريه والسلطه الخضراء، وزي ما قلت لحضراتكم انا حريص ان احنا كل تفاصيل الاكله نشرحها لحضراتكم، فمعايا فطاير بكره او مناقيش بالزعتر والجبنه واللبنه هنعملها مع بعض بتفاصيلها لان لها تفاصيل دقيقه شويه. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.